برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، تنطلق غدا منافسات بطولة أقوى رجل بحريني التي ينظمها المكتب الإعلامي لسموه تحت شعار خلك وحش بخليج البحرين، التي وجه سموه بتخصيص ريعها لدعم مرضى السرطان. وبهذه المناسبة عرب سموه عن سعادته بالمشاركة الواسعة التي تشهدها البطولة من شباب المملكة، مؤكدا أن ذلك دليل على حرص هذه الشريحة الكبيرة على التواجد في مثل هذه الملتقيات الرياضية، مضيفا سموه أن هذه البطولة تهدف لدعم الشباب البحريني ودفعهم نحو إبراز طاقاتهم وقدراتهم الذي سينعكس على ظهور الخامات الداعمة للرياضات البحرينية في مختلف الميادين. وقال سموه إن الهدف الذي رسمناه من تنظيم هذه البطولة هو تأكيد الجهود الكبيرة في ترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية التي تساهم في دعم سمعة البحرين كدولة حاضنة لمختلف الألعاب الرياضية، والذي ينعكس بدوره على تعزيز مكانتها على المستوى الدولي، مضيفا سموه أن هذه البطولة أصبحت محط اهتمام واسع من قبل الشباب الذي حرص على التواجد والمشاركة بمنافساتها، لافتا سموه إلى أنها ستشهد الإثارة والقوة والتحدي بين المشاركين، وهذا ما سينعكس بصورة واضحة على نجاح المسابقة والبطولة. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالجهود المثيرة والمتميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة العليا التي ترجمت توجيهات سموه في التحضير والإعداد المثاليين لإقامة هذا الحدث بالصورة المميزة، متمنيا سموه في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذا الملتقى الرياضي الأول من نوعه بمملكة البحرين. وخلال مؤتمر صحفي والاجتماع الفني للبطولة، تحدث رئيس اللجنة المنظمة العليا السيد عمر عبد العزيز بوكمال عن التحضيرات التي قامت بها اللجنة والتي وصلت إلى جاهزية المثالية لانطلاق الحدث، مشيرا في حديثه إلى أن مجموع جوائز البطولة تصل قيمتها إلى حوالي 30,000 دينار بحريني وسيارة دفع رباعي لبطل هذه النسخة، وأن العدد النهائي لعدد المشاركين بمختلف المسابقات قد وصل إلى 750 مشارك. مرضى محاربين السرطان للتواجد في مثل هذه الفعالية هو مثابة دعم جميل جدا وراقي من سمو الشيخ خالد بن حمد، لأن مرضى السرطان يحتاجون إلى أو المتعافين من السرطان ينقلون تجربتهم للمرضى والمحاربين من باب تعزيز الأفكار الصحيحة، وحكم أن عندنا في مجتمعنا كثير من الأفكار أو مخزون ثقافي خاطئ حول هذا المرض، نقل تجربتنا يعطيهم أمل كبير لمحاربتهم لهذا المرض. فبطولة مثل هذه البطولة بشعارها الحلو خلك وحش، احنا نقول نوجه هذه الرسالة للمرضى نفسهم، خلكم وحوش وواجه المرض بكل قوة. ابتدأ عمل اللجنة مع باقي اللجان من الإعلان عن هذه البطولة تقريبا قرابة شهرين، العمل مع جميع اللجان على قدم وساق، اتجهنا إلى المجمعات التجارية، إلى صالات تدريب رياضة كمال الأجسام والكروسفيت والألعاب المشابهة للعبة أقوى رجل بحريني. تم تعريف أصحاب هذه الصالات التدريب والمشاركين فيها على فلسفة هذه الرياضة كونها حديثة العهد في البحرين، فلسفة اللي تعتمد على القوة، على التحدي، على السرعة، وأهمية هذه البطولة ورؤية سمو الشيخ خالد بن حمد لهذه البطولة أن يكون البحريني الرياضي بحريني قوي يعشق التحدي، عنده أصرار للوصول لأعلى المستويات في المجال الرياضي خصوصا في ألعاب القوة. طبعا في البداية يمكن أنا تطرقت أن أنا مريضة متعافية من المرض نفسه. أهم نقطة أن ريع الفعالية ككل راح يكون حق مرضى السرطان اللي أنا واحدة من المحاربين حق هالمرض. ثانيا أهمية الرياضة حقنا بصورة عامة وبالذات حق أنواع السرطانات مثل ما تطرق الأخ حمودة حق الموضوع في كلمته، إن القوة هي أنك تدوس على وجعك وتمشي مبتسم، فكتشجيع حق المرض محاربي السرطان أقول للسرطان أنك تافه أمام عزيمتنا وقوتنا وخليك وحش.